شو اسمه ذا الدبابة الألمانية الجديدة، شو اسمها؟ اريو. اريو إيه لا هذه ما هي بدل لندن، هذه مقابل خط لندن لا تجي لا بعد مقابل، الافق. نعم مستوى ثامن اجل. ها سفافنزا اقراها عاد انت الماني، وش هي؟ اقرا الاسم. يعني اشتريها الاريو. ايه ايه وين الاسم مكتوب؟ شوف اذا شريتها يطلع الاسم. ثواني صفاف مدري ايش اريو. طيب إذا كانت أحلى من الإنديان صراحة تبي اكيد انها احنا من الاندين يا رجال، الاندين ما ادري شلون يلعبون. 240 دمجها، ريلودها حلو، 190 اختراق. وحسب كلام الناس يقولون ان هي اسرع دبابة في اللعبة الى الان، ما ادري ما بنشوف. اها نفس الجن حقها بس اختراقها ضعيف، وعلى ريلودها هذا اسرع. جن جامد يا رجال. لا طيب حرام عليك. خلينا نشوف وش اقرا ثواني اقرا الاسم شلون ينقري ذا. ثواني select a vehicle in the garage. اوكي وين الاسم يكون؟ اي اليمين هذه يا اليمين اليمين اسمها شبي بانسر. شبي بانزر. شبي بانسر تاسين تاسين، زد ما ينطق زد بالألماني، تاسين بانسر. شبي شبي بانسر. بانسر ايه شبي بانسر اريو. وش معنى شبي بالألماني؟ والله تصدق هذه ما قد مرت علي، بانسر معناه دبابة، اما شبي تبي اشوف لك الحين اشوف لك. SPH شوفها اذا بديك. خلنا نتثقف. اريو 251. يلا 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 ورانا شيء؟ ما ورانا. حط ريدي حط ريدي. ويت ويت قصدي عباد يعني. هذا الشايب اللي في جوجل ايش وضعه؟ مين هذا الشايب اللي حاطينه كأنه عالم مدري ايش. والله ما ادري، هم كل مرة عنده مناسبة مثلا الظاهر في اوسمة جديدة بعد يا ولد. هذا وسام جديد، هذا شكله وسام جديد بعد. لا هذا مو جديد، والله ما ادري في هنا اشياء متغيرة. دبابة الاستطلاع. في استطلاع و اسمها بالترجمة الألمانية دبابة الاستطلاع، هي يعني حلو حلو. يعني سكاوت فيكو. والله في اسم جديد هذا، عاد يبغى لها حلقة خاصة. طيب ايش ويت كلام؟ ويت ويت بس حلو الاسم دبابة استطلاع. استطلاع لأنها سريعة و شكلها ما صاروخ. حط متحمس بشوف انا السرعة. أنا أكثر منك فلانك. ما بتحط الألمان شوكولاتة وحركات زي كذا؟ بانا كنت اجربها بدون الاشياء دي، عرفت بشوفها على اساسها. يا أخي ما أدري يا رجال، خلك كذا أجرب الدبابة فل أوبشن وبعدين لو جاء وقت النكبة. بس ما ادري شكلها يضحك. طيب نبدأ التصوير. روح. طبعا هذه دبابة الاش بي بانسر الألمانية، او الترجمة العربية لها دبابة الاستطلاع او دبابة الاستكشاف. الدبابة هذه يقولون والله العالم انها سريعة. طبعا وين هذه التوب سبيد؟ 80. التوريت 44 يعني 44 مرة كويس. شكلها أسرع شيء. أقول لك سرعتها 80، 80 يعني شيء مرة سرعتها. حلو. صاروخ. خلينا نشوف البلاتون.
ايه هذا. والله يا سريع. اوكي 80 والله شكلها. بس شوف شوف، لما تيجي تحكم عليها احكم تخيل عليها في الثواني الاولى، لان العزم يا القصة جماعة، كلها في الثمانية، في الثواني الاولى. 80 ذي ما بتفيدنا. بس والله ما ادري ايش اقول لك، يعني اذا كانت 80 على الارض مستوية، اجل كيف مع نزلة ممكن تمشي 100 وعليها. لازم نجربها تريننج، هذه عاد حالة خاصة، لازم نجربها تريننج في المابات اللي تجي فيها نزلات عالية، نزلات مسافات طويلة. يمكن يوصل نشوف 100 الدبابة حق الطعوس ولا لا. أكيد. هذا حطونا في بس ثرناء هنا عاشر، يدخلونك مع عاشر، ايش وضعها بالضبط ما هاي تدري. هي مستوى ثعلب هي اسمها طبيعي. اتش بي بانسر، فا اتش بي بانسر معناها دبابة الاستطلاع، اكيد انها تبي تدخل مع عاشر، مستحيل ما تدخل مع عاشر. هاي اذا مستوى تشافيه، اذا ثامن تشافيه لها، تدخل مع عاشر وتاسع. هاي ان هي تدخل، تدخل ايش مستوى ثامن ما يدخل مع عاشر. بس نبي نعرف الدمج، نبي نعرف الدقة، نبي نشوف الاشياء ذي. هو طبعا احنا دمج حاطين اكويبمنت، وكنا نفكر ما نحط اكويبمنت اضافات على الدبابة، لكن مع الاسف انه تجريبي والفلوس مبحبحة شوي. ف يلا بالمناسبة دخلونا الماب اللي ودنا نجرب فيه الله النزلة. يرلوده بعد تعال سريع تعال 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 معي، تعال معي تعال معي، خلينا نطلع نطلع فوق. فوق الجبل، نطلع فوق الجبل وننزل. خلينا كم ناخذ الريلود لفة عندك؟ 5 ثواني. 5.94. وانت يا سامي؟ 5.35. انا 5.23. ليش؟ انت قوي، انت حاط يمكن شوكولاتة مهارات صح؟ الطاقة، مهارات الطاقة، ممكن ناقل طاقة ولا شيء. اي نقلت اي عشان كذا. اها لا يوصل، يوصل 5 صافي بعد، لو تحط له يمكن يوصل 4 وشوي بعد. بتحط دور له دور دور. اشياء ذا. خل نشوف اخر يا ابن الحلال تصوير. ترى احنا الثلاثة نقدر ناكل مستوى عاشر. سلام سلام، يعني واحد مستوى عاشر. يا جماعة اقسم بالله التفافها سريع و شوف النوب خلنا الباتشا، نشوفهم نازلة ماني بطاط، انا خاف طاط. صراحة خطيرة 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 خطيرة. نشتوش يا نشتوش حبيبي هذا حق الجلطات. اخذ والله النار. يا عيال حق الجلطات، شوف التصوير عندي. اوف تريجر قدام، ترى قدام يا عباد. الله حق التفحيط. والله انتم طبيتوا على الكبارية. ناخذ على قولة الجماعة بالاحتياط. احب الجهة دي، شكلي بنزل تحت. مشكلة كلهم ميديم هنا، لازم نقعد هنا. لكن الوولف دراجر قاعد تحت. والله سريع 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 يا رجل، الارتيات بتنهبل مع الدبابة ذي. روح 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 روح، لف عليه، روح بغطيك انا، روح روح. كفو والله، يلا اعطينا ضربة. اه والله كفو. جيدة جيدة جدا. والله الدمج لي 50 طبعا ألف. انا كنت خايف من ذا، طالما عليه ريلود خلني اضغطه. الراس مرة ثانية، شوف لاحظ الراس مرة ثانية انكسر. ثاني مرة في واحد جاي من هنا، جو من ورانا. لاق 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 من لاق. اللي جاء؟ انت بذاب طلقة يشيلك، ترى طلقة يشيلك اصلا. اي داري. ارجع 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 ارجع. طبيت على اوبجكت. تو نروح شمة. خلنا نشوف ايش عندكم. حلو
طب 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 عليه طب عليه. اوه يلا راحت عليك. بس يا جماعة الدبابة ما هي ميديم، الدبابة لايت يعني شغل عدل. لا بغيت في خط الليبرد دبابة لايت ثامن، هذه هي افضل خيار. ريلود عليهم يا ركان، انزل انزل ريلود تراهم. اضغطهم يا رجال. انطل يوه الكابتن. شوف انت يا رجل قسم بالله. اما ارمر دعوة يا ايمية. حط جولد ولاش حتى لو ارمر. الله رهيبة قسما بالله رهيبة، حق الدخلات صح. روح للكاب روح للكاب. دخلاتها عجيبة معلق اعجب. انطل يا ناطر. وراك 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 وراك. اشبه ما راح طلق الغبي. ايه ارجع عليه ارتعبه. والله لاقي يا شباب. امزح امزح. ما عنده ذا هذا منتظر كبد. والله مسحاني مسحاني انا. والله لاق لاق في لقلق. ايه في لقلق. كان والله حلو والله جامد الدباب.